لو انا دخلت اصلي الظهر في الركعه الثالثه، ايوه بعد الركعات الثالثه والرابعه، انا بالنسبه لي انا الاولى والثانيه، ولا بالنسبه لك الاولى والثانيه؟ لان في حديثان في هذا الصدد: ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا، فيها اتمام. والروايه الاخرى: وما فاتكم فقضوا، لكن الارجح: وما فاتكم فاتموا. السلام عليكم.